السلام عليكم. اليوم راح أكمل محاضرة البيلوروبين. البيلوروبين غالبا بطلبوه في حالة الإنفلاميشن، في حالة الهيموليسيس، في حالة الكيلوسيستيس، أو في حالة الإنفكشن، في حالة الليفر سيروسيس and so on. طبعا عينة البيلوروبين هي very sensitive to the light، غالبا تيجي هي ملفوفة بأويل بفوم أويل أو بألمنيوم فويل، وبتكون يعني ليش حتى نعزل ال bottle of urine sample that contain bilirubin from the light. طبعا ليش؟ لأنه البيلوروبين لما يجي عليه direct light هي يصير له oxidation وهيتحول لشيء اسمه البيلوبيريدين. هلأ في عندي different test لفحص البيلوروبين. أول شيء هذا التست اللي هو عبارة عن الهاريسون أو فوتشت تيست. هذا الفوتشت تيست بيعتمد على البرنسبل التالية، انه بيكون عندي انا سامبل اوف يورين بفعلها مع الريجنت اللي هو عبارة عن باريوم كلورايد. طبعا في عندي انا سلفيت بقلب اليورين بحيعمل بريسيبيتيشن وذ ذا باريوم وبيعطيني باريوم سلفيت. هذا الباريوم سلفيت بيساعد على البريسيبيتيشن اوف بيلوروبين. بعدين بنعمل ايش؟ بنعمل فلتريشن للكومبلكس اللي صار معي اللي هو عبارة عن الباريوم سلفيت اند بيلوروبين، وحيعطيني in the addition of the Fouchet's reagent اللي هو عبارة عن فريك كلورايد، حيعطيني الأكسيدايزد بيلوروبين اللي هو عبارة عن البيدي فيريدين وبيكون لونه green color. بالنسبة للتست بروسيجر مثل ما أنتم شايفين هون، باخذ 10% من الباريوم كلورايد بفاعلهم مع 5 ملي اوف يورين ان تست تيوب، بعدين بعمل ميكس ويل اند ذن اد ذا باريوم، ذن ذا باريوم سلفيت ويل بي كرييتيف اور برودوس. اند ذس باريوم سلفيت از اي سيد ايرليير ات هيلبس to precipitation of the complex that we have. بعدين شو بصير عندي؟ نعمل filtration، باخذ ال precipitate وبحط عليه Fouchet's reagent اللي هو عبارة عن الأسيد 3-chloroacetic acid أو ferric chloride، وبيعطيني the green color. طبعاً عينة اليورين لازم أفحصها immediately لأنها very sensitive. أوكي؟ ما لازم أتأخر فيها. بالنسبة لل الأذر تيست اللي هو عبارة عن أكسيديشن تيست اللي هو عبارة عن الهاريسون سبوت تيست، هو يعني مثل الفوتشس تيست. يعني الريجن بيعتمد على البرنسبل التالية، بيكون عندي باريوم كلورايد على فلتر بيبر، مش بتست تيوب هون، فلتر بيبر. هي طريقة معدلة عن الفوتشت تيست. يعني هاي الفلتر بيبر بتكون ثيك وبغطسها في الباريوم كلورايد، بعدين بقسمها الى اربعة اقسام. طبعا بعدين يعني هاي الستريب اوف باريوم كلورايد بيبر بغطسها بشكل بيربندكولر، وين في اليورين بغطسها، وين في اليورين. بعدين بضيف الفوتشت ريجنت اللي هو عبارة عن الفريك كلورايد مع تي سي اي. اوكي، هلأ بعد ما غطستها في حطيت أبلايد للفوتشت ريجنت، حيتشكل عندي لون جرين على منطقة الكونتاكت في الريجنت. طبعا هذا التست إذا أعطاني جرين كالر يعتبر بوزيتيف، إذا ما أعطاني جرين كالر يعني أي لون ما عدا الجرين حيكون التست نيجاتيف. بالنسبة للفوم تيست هو عبارة عن another test of urine لأنه لكشف البيلوروبين، مش الـ 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 مثلا هون كان عندي اللي قبله اللي هو إيش اللي هو ال أوكي البيلوبيريدين، البيلوروبين تحول لبيلوبيريدين. إذا في عندي الفوم تيست also لكشف البيلوروبين، شو سوينا احنا؟ مثل ما عنا اليورين سامبل اذا كان لونها جرينش او اذا كان لونها ميال للبراون، يلو ميال للبراون، بمسك السامبل وبعملها شيك بروبرلي يعني فيجوروسلي. اذا تشكل يعني عندي مثل الرغوه اللي هي عباره عن الفوم نتيجه انها اثرت على التنشن على السيرفس تنشن، اوكي، فصار عندي مثل الفوم. هذا الفوم هو عباره عن بوزيتيف evidence that of a presence of bilirubin. بعض البيشنت ممكن انهم بياخذوا دراج اللي هو عباره على فينازو بريدين، فممكن يعطيني false positive
result. بهي الحالة أنا لازم أعمل other test more accurate لحتى confirm إنه السامبل الموجودة معي فيها بيلوروبين. طبعاً بالنسبة أيضاً للtests of bilirubin اللي هو عبارة عن diazotization test اللي هو بيعتمد على principle التالية إنه البيلوروبين موجودة في السامبل عندي حطيت عليها diazotized sulfonic acid اللي هو عبارة عن reagent عطاني شيء اسمه الأزوبيلوروبين. الأزوبيلوروبين غالباً بيكون لونه blue إلى purple من البلو إلى purple. طبعاً عينة البيلوروبين بسميها اكتيريك. إذا دائما لما بيقولوا لك العينة كتيرك معناته مليانة بيلوروبين. شو هي البروسيجر اوف ذا تيست؟ أول شيء بناخذ 5 دروبس اوف يورين وبحطهم على وين؟ على سبيشال تيست مات. ذس مات بروفايد باي مانفاكتشر. أوكي؟ طبعا بحط التابلت أوكي على هاي المات على المنطقة اللي فيها يورين. أوكي؟ بعد ذلك بستنى حوالي 30 ثانية. خلال هاي 30 ثانية إذا تحول اللون من اليورين من يلو إلى بلو أور بيربل معناته أنا النتيجة عندي بوزيتيف and indicate the presence of bilirubin. إذا ما تغير عندي اللون أوكي يعني مثلا ظل اللون يلو أو أعطاني يون بينك أو other color rather than purple or blue معناته أنا النتيجة عندي سلبية مش إيجابية. بالنسبة للجيم لاينز تيست بيعتمد على البرنسبل التالية النيتريك أسيد حيصير له أكسيدايزيشن حيعمل أكسيدايزيشن للبيلوروبين والبيلوروبين حيعطيني بيلفيريدين إن ده يعني بهذا الترتيب يعني مثلا اليلو كولر حيعطيني ريد كولر بعدين الريد كولر حيعطيني بيربل البيربل حيعطيني دارك بلو أو دارك بيربل بعدين حيعطيني الجرين كولر آخر شيء. في عندي الايودين تيست طبعا البروسيجر بتعتمد انه بنعمل ديليوشن ده الايودين هو عباره عن بريبريشن للايودين بحطه في ووتر وبعدين بعمل ابلايد ان تيست تيوب مليان باليورين طبعا هون لازم يتشكل عندي يعني بحط شوي شوي على الحواف لحتى يتشكل عندي مثل الرينج وهي الرينج لازم يكون لونها جرين. طبعا هذا ال التست مش سنسيتيف لانه ما بقدر بتعرف انت السنسيتيفيتي هي ذا لوور ديتكشن ليميت اور ديتكت ذا موست سمولست اماونت اوف سامبل اوف انالايت ان ذا سامبل فهذا ما بقدر يحدد الكونسنتريشن الضعيفه او القليله من البيلوروبين في السامبل. في عندي السميث ايودين تيست هذا البوزيتيفيتي اوف ذس تيست بتدل انه وجود البايلري بيجمنت موجوده في عندي في السامبل فباخذ 5 ملي من اليورين بحطها على الريجنت اللي هو عباره عن الايودين وهذا الايودين بيكون محضر يعني ضمن الكحول فحيتشكل لون عندي المنطقه الجنكشن بين ذا ريجنت اند يورين لازم تعطيني لون جرين فلو كان هذا اللون جرين معناته النتيجة بوزيتيف حيكون عندي في بيلوروبين إذا عطاني لون بلو معناته أنا عندي بلي سيانين السيانين يعني اللون الأزرق إذا كان اللون يلو معناته الكوليتين كوليتيلين. في عندي ايضا الايرلخ ريجنت هذا الايرلخ تيست فيري امبورتنت وهو بدول بتكون بيعتمد على البرنسبل التالي اللي هو عباره عن اليوروبيلينوجين مع البارا نتروفي بارا داي ميثيل امينو بنزالدهايد حيعطيني لون تشيري مثل لون الكرز الدارك ريد اوكي ف طبعا البارا داي ميثيل امينو بنزالدهايد هذا عباره عن ريجنت هو موجود في الايرلخ هذا كويستشن ومسؤول على تكوين البيلوروبين اوكي هذا كويستشن. بالنسبه للبروسيجر اوف ذا تيست باخذ 10 ملي من اليورين بحطهم في تيست تيوب وبعدين بحط الريجنت اللي هو عباره عن الايرلخ ريجنت بعمل ميكس بستنى من 3 الى 5 دقائق في حاله النورمال اماونت اوف يوروبيلينوجين ان ذا سامبل حيعطيني حيديفلوب لون بينك لكن اذا كانت الاماونت اوف يوروبيلينوجين عاليه كثير حيعطيني تشيري ريد كلر اوكي احيانا ممكن في حاله اليورينري تراكت انفكشن يعني حاله مثلا التهابات المجاري البوليه حيعطيني دارك ريد وهذا عباره عن فولس بوزيتيف ريزلت مش بالضروره انه يكون في عندي يوروبيلينوجين ايضا من التست اوف فور اليوروبيلين اللي هو عباره عن تشيلينجزجر تيست طبعا هون بيعتمد على البرنسبل التالي اللي هو عباره عن الزنك الاسيتيت بيتفاعل مع اليوروبيلينوجين ويحيطيني لون جرين فلوريسنس
طبعا هذا طريقة التحضير ما حكيت عنها الدكتورة، خلينا نعمل سكيب ونروح على البروسيجر مباشرة. حناخد 10 ميلي من اليورين وحنحلهم مع الري ايجنت. الري ايجنت هو عبارة عن اسيد اللي هو عبارة عن الزنك اسيتيت، وحنعمل ميكسينج. بعد ذلك حنطبق نعمل فلتريشن بروسيس، بعدين بنضيف 2 دروب من الري ايجنت اللي هو عبارة عن الالويودين سوليوشن. بعدين حنشوف اذا كان عندي بوزيتيف ريزلت، يعني مثلا اور نيجاتيف ريزلت. فاذا كان في يوروبيلين ان ذا سامبل حيعطيني جرين فلوريسنس. ان اذر مثلا complication ممكن يعطيني لون red fluorescence، فهو عبارة عن indicator the presence of porphyrin. آخر شيء في عندي اللي هي عبارة عن bile pigment salt اللي هو عبارة عن urobilinogen and urobilin. منطبق التست التالي اللي هو عبارة عن helix nitric acid، والobservation هو observation depend in the change in the color. طبعاً الindication هي عبارة عن presence of bile pigment. شو هي البروسيجر؟ انه الهيز سلفور هذا بيعتمد على presence of the sulfur in the reagent. فالبايل اسيد سولتس الموجوده في في السامبل عندي يعني حيصير فيها lower في surface tension due to the reagent، لانه الباودر حتعمل حتمسك في البايل وحترسب البايل معاها لتحت في التست تيوب. طبعا هون على السيرفيس اوف ذا تيست تيوب، مثلا في تيست تيوب بيكون فيه 5 ملي من اليورين، بضيف الباودر اللي هي عباره عن الدراي سلفر، وبلاحظ انه الانديكيشن الاوبزرفيشن اللي هي عباره عن بريسيبيتيشن، والانديكيشن هي عباره عن بريزنس اوف بايل سولت ان ذا سامبل. بلاحظ هاي عندي تو تيست تيوب، واحد فيه ووتر الثاني فيه يورين. طبقت الباودر على البوث تيست تيوب، بلاحظ ان ذا ابسنس اوف يورين اور ابسنس اوف يوروبيلينوجين، بلاحظ انه الباودر will dissolve inside the water whereas in the presence of the bile acid salt or bile pigment حيصير انها تمسك في الباودر، حيصير لها precipitation، وهذا نتيجة وجود complication. يعني احنا عرفنا انه في عندنا 3 types of jaundice: one pre-hepatic due to the hemolysis, the other one hepatic due to the complication and liver, and the other the last one اللي هو عبارة عن complication في البيلوري داكت، ومنسميه الobstructive jaundice. فاحنا بنعمل تيست تبع هذا التست اللي هو عبارة عن الهيست سولفر تست للدياجنوز اوف obstructive jaundice. بوقف هون والله يعطيكم العافية.